لما بتجي على البيت بك شي بدك يقتلني؟ يا ربي شو بعمل؟ إذا عارف شو بعمل؟ ما قلت لازم شوفه، خايف يكون عارف عن سارة. دخيلك عزيزة، شو بدي أعمل؟ والمشكلة ما حاسة بذنب، بس ذات الوقت مبسوطة. كمان بليز افتحي. طب افتحي خليني أعتذر منك. بدك كنت ضلني 3 أيام بلا نوم وهالقد حشورة. بتعرفي إذا تركتيني بموت، ما في أعيش بلاكي. ما رح أتركك. شو بدك؟ بدي هيك. انا بحبك بليز كريم، ما بقى تقولها. بلا بدي اقولها. بني انه اشتقت لجوزي، اشتقت اقعد معك. تقعدي معي هون بالشغل؟ اقولك معقول يجبرني ارجع بالقوه؟ هلا ما في حدا يمنع. انه ليه بده ياني طلي اذا ما بده يتجوزني؟ معك حق. في شيء؟ مسيو عصام مش بالمكتب. وينه؟ ظهر يتغدى. عبالي من هديك السيجارة بعد كل هالتعب. ايه وانا كمان. فيك تروقي تحكي؟ منك شرشوح مثلك مثله، والا ما كنت مشيت معه. اللي بيغلط مرة بيغلط الثانية والثالثة، وبتصير عنده مثل شربة المي. إذا ما قبل وعند مع المحامي بندفع له مصاري، لحدود 100,000 بندفع له. شو؟ بدك أنا أحكي بنرجع نظبط الوضع؟ أنا وفادي خلصنا. صار لازم نطلق. طلقوا؟ لازم تكونوا عم تشتغلوا بدايكم وإجريكم لحتى تقلعوا بالسوق. لمين بعد بدي أشتغل؟ شغل لي بالي مين اللي باعت الصور وليه باعتهم؟ طب بركي جوزها اللي باعت الصور. بس أعرف مين عمل فيي هيك. بدي أقتله. منين بتجيب هالأفكار كلها؟ هيدا منا أفكار عزوز، أنا كنت هون وسمعت كل شيء. شو؟ في وحدة جديدة ما هيك؟ إيه؟ في وحدة جديدة. بس قلت بركي فيه ساعد. إيه؟ فيك ساعد؟ إنه يلي بتسمعه ما تخبره لحدا. سارة بنتي؟ بنتي؟ إيه؟ إيه بنتك؟ إذا هيدي البنت ما بتهمك، انقلها من هون. هاي لمصلحتك ولا مصلحتها؟ أنا أخذت قراري، رح طلقه. وأخيراً. ومن مصدق بقى انت تتركي فادي وتصيري لي. بس انا كنت حابه اقضي معك وقت اكثر. خلص بوعدك حبيبتي رح اتجوز. عن جد رح تتجوز؟ وقريبا. Yeah.
يا ربي من هالشر تنجينا. يا امين خربت لي بيتي، مجننتني يا زلمه. بدفع موتور كهرباء دكه بالشهر وما بتدور شيء على الموتور. عدبنا منكيه يا زلمه، للغساله وللمي ولا شيء ولا شيء، ولمبه ما بتضوي يا زلمه. لا وفوق الدكه كل ما اجي على البيت بلاقيها مشعشرت لها الاضوبه بالبيت كله. يا زلمه بدها تجنني هالمره. وانت بتعرف كل شيء غليان، السكر غلي، الشاي غلي، ولك البن غلي. يا زلمه يا زلمه انا ما بجيب حي الا بضاعه لعندي. انت بتعرف ما بجيب الا بضاعه بيب اول. والمصيبه اكثر انه نحن عايشين بحي العالم فيه متواضعين وعلى قدهم. اذا بغلت صغيرتي ببطل يجي حدا على القهوه. يا زلمه وين الدوله وين؟ رجع رجع. لوين؟ قلت لك رجع رجع. والشق امين ما طلعت لي حق فنجان الشاي يا امين. أمين مش رح سكر القهوة الليلة لما تدفع لي حافل جين الشاي يا أمين. سارة بونسوار عمو أمين. كيفك حبيبتي؟ أنا منيحة. كيف أنت وفاء؟ ودلي منيح. ليه مش عم تطلعي تزورينا؟ طنط وفاء اشتقت لك كثير، ودولي كمان. اليك زمان ما طلعت سرتي معها. ما تعرف. بعرف انت زعلانه منها. دولي بنتي وبعرف انه اوقات تتصرف بطريقه غلط. ما تزعلي منها، دولي مثل اختك الصغيره، ربيتوا سوا. حتى ولو حكيت عنك شيء بس هي بتحبك. بليز ما تزعلي منا. وانا بطلت زعلانه منا. يعني رح تطلعي تزورينا؟ اوكي مزبطها شي نهار. بونوي. بونوي حبيبتي. لمين هيدا البيت؟ ما رح قلك غير ما تفوتي وتشوفيه. كريم شو اتفقنا؟ قبل ما نتجوز ما بقى. حبيبي ما رح يصير شيء. أنا بس بدي إياك تشوف الشاليه وتعطيني رأيك فيه. طيب ما زال هيك ليه ما جينا بالنهار؟ بالليل أحلى. ما تكون خطفنا. ما بعرف كل الاحتمالات واردة. منفوت؟ إيه؟ إنه من بعد كل هالمشوار أكيد. بس ما قلت لي لمين؟ خلص ما رح قلك لمين قبل ما تفوتي وتشوفيها. تفضل. حبيتي؟ ايه كتير حلوة. هيدي الشاليه كانت لأهلي وبعدين صارت لألي. إلك؟ مع أساس عندك خي وأخذ منك كل شي. مزبوط إلا هيدي، بابا سجليها باسمي. آه طيب ليه ما خبرتنا؟ من أول ما توفى البابا الله يرحمه ما عاد جيت لهون. بتذكرني فيه. لو ما حابب أنا وياك نكون لحالنا ما كنت قلت لك تعي. حياتي أنت. أنا كمان حابة أكون معك. بحبك كتير. أنا موت فيه.
جاهز، شو اتفقنا؟ حبيبي بعرف، بس ما عم بقدر هدي حالي قدامك. مشتاق لك كثير. حياتي انت، انا كمان عم اشتقت لك، بس لازم ننطر شوي. لامتى؟ يلا قربت، بس لحتى طلق. بدك اياني انطر للطلقه؟ اذا بتحبني. ما هو لاني بحبك ماني قادر انطر، ولا حتى بوسي ما فيه بوسك؟ بلا، اذا بس بوسي اوكي. بوسني. عندك عبالي شي حلو عندك؟ عندي اكيد، البراد مليان مليان؟ ايه، ما انا عملت حسابي، قلت اكيد بدنا نجي ونجوع او نستحلي شي، مليت البراد. كارول ليه ما بتقعدي هون؟ احسن لك من عند رانيا، هيك بتخدر ريحتك اكتر، واذا بدنا نشوف بعض نشوف بعض بريحه. يا ريت، ما في، بعيده كتير، بعدين صار لازم ارجع على المستشفى. طب خدي كم يوم فرصه بعد؟ خلصوا كل فرصة، كلهم اخذتهم. بكره بشحطوني من شغلي. تنبسط انت اذا شحطوني من شغلي؟ اكيد لا، لانه بعرف قد ايه بتحبي شغلك. كيف أحلى أم الدنيا؟ منيحة حبيبي، كيف كان نهارك؟ آخ، نهاري متعب كتير. حط لك لقمة تاكل أمي؟ لا مش هلا. بيي وين؟ وين قولك؟ نايم. لك أنا من السؤال. مثلا. رياض، بدي أسألك شيء. شوفي. لا لا، ما في شيء مهم، بس بدي اسالك اذا عم تشوف اختك. من لما ظهرنا اخر مره انا وياها لا ما عدت شفتها، بس عم بحكيها. لا عم تسالني. عم فكر نجيبها نصالحها مع بيا. انا قلت لها، بس هي مأجلة الموضوع هلا، خايفه يشحطها. امي بس اول على اخر لازم نجرب. قولك بشحطها؟ هيك ما بعرف، مع بيك ما في شيء مضمون. على كل حال امي، نحن ما لازم نتركها، لازم نبقى حدا، ما هيك؟ اكيد. ماما انت كمان لازم تعطي رايي، لك حق تعطي رايي. هيدا بيتك مثل ما هو بيته. ليكي شو؟ قولي له انه هيدا بنتي وبدي اياها تزورني. بعرف، مشان هيك حابه انه يتصالحوا، خاصة قد ما هو بيك متضايق. انت مصدق انه بيكرهها؟ شو بيكرهها ماما؟ شو بكي؟ هيدا بيي وانا بعرفه. بس هو عنيد ما بيتنازل. ايه انا مشان هيك بدي اياك تجيبها وتقنعها تجي. وجوزها؟ مش وارد يجي معها قبل ما تصالح بيك وبيك يسامحها. المفروض تجي لوحدها. وبركي ما قبل، بركي ما خليها تجي لحالها. ما في غير حل. طيب اوكي، بركي بكره انا بروح لعندها. نظهر نتروق سوا هيك قبل ما تروح على شغلها. شغلها؟ ليه سمر عم تشتغل؟ ايه. ما خبرتي؟ وين ومن امتى؟ يلا انا خلصت جري، رح فوت على التواليت ونمشي. طب ليه مستعجلة بعد بكير؟ ما لانه متأخر الوقت، بعدين راني هلا بتوصل على البيت ما بتلاقيني، بنشغل بالها. طيب اوكي ناطرك. اوكي. Thank you.
بتعرف انه كل ما اجي لهون بصير بحلم انه انا وحبيبتي قاعدين حد الشمينه وهلا اتحقق حلمي. بدك تقنعني انه ولا مره بقعد مع حدا حد الشمينه؟ وحياة كارولا فول ناس ما بصدقك. وحياتك انت لا، لانه انت حبيبتي. أنت هاي رانيا. هاي. رح موت على فنجان قهوة. يلا قعدة. أي ساعة رحت امبارح دخلة؟ امبارح؟ ما بعرف شي 12:30. ليه؟ طرتك ل 11:30 بس آخر شي ما عاد فيها. خبرينا وين رحتوا؟ طلعنا على حمانة كرمال هيك تأخرنا. حمانة؟ شو طلعكم لفوق؟ كان بده يفرجيني كريم على شاليه ورتينا من بيو. عن جد؟ ما بعرف شو بصير لي بس كون معه. بحس حالي كأني رجعت بنت صغيرة بأول حب لإلها. بتعرفي عن جد كتير مبسوطت لك صدقيني، بس ما بعرف ليه هيك في شي مخوفني. خايفة؟ من شو؟ ايه خايفة بس ما تسأليني من شو لأنه أنا ما بعرف. يعني خايفة حدا يشوفكن ويخبر فادي، خايفة فادي يلمحكن شي محل، خايفة كريم يزل لسانه بالشغل ويقول شي قدامه، ساعتها إذا كبرت براسه ما رح يقبل يطلقك أو ماكسيموم بيقتل كريم. بعيد الشر. دخيلك رانيا ما تحكي هيك، بعدين كريم أكيد عم ينتبه بالشغل على كل كلمة عم يحكيها. وبالنسبة للظهرات نحن اتفقنا إنه ما بقى رح نروح على مطاعم وعلى مطارح عامة، يا بيشوفني هون يا بالشاليه. شو بكي رانيا؟ ليه منك مبسوطة؟ تزعلي مني إذا قلتلك بصراحة؟ لا أكيد ما بزعل. شو في قوليلي؟ ماني حابة اللي عم بيصير، بليز ما تفهمينا غلط، بس هو كل الأمور مش عاجبتني. يعني هيدا مش انت، بعدين بعد ما تجوزتوا انت وكريم يعني مش مفروض هلا تصير هالخبار. بعرف، بعرف انه بديك كرمالي، وبعرف انه انا مني هيك وانه يلي عم بعمله غلط، بس صدقيني رانيا مش بايدي. لو ما لازم ارجع على المستشفى كنت قبلت اعيش معه بالشاليه. صدقيني رانيا هيدا اول مره بحياتي بحس انه قادره اترك شغلي والدنيا كلها كرمال شخص. وين بيت هون؟ بونجور. يا عمي شو السيرفيز هيدي؟ جاي اعزمك على الترويقه. يلا حاضره؟ ايه يلا خمس دقائق بكون حاضره. فوت يلا. بدك انطلق بالسياره؟ ولو شال حكي هيدا رياض. فوت لكنه ما بدي ازعجكم بركي. مش معقول شو عم تقول. اهلا وسهلا فيك. فوت يلا حبيبي. جوزك هون؟ ايه هو فوق نايم. ما هو بيروح على الشغل مأخر. يلا هلا بعد شوي بيوعى. انا بدي خمس دقائق. اوكي يلا يلا فوت 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 يلا. امبارح اجى فادي صار عندي شوي. عن جد؟ ايه. قال لي انه ما عرفته لمين سجلات؟ ايه مزبوط ما قدرنا نعرف. طلع الخط باسم غادة او رغدة ما بتذكر. المهم انه مش مشلين. وكمان الخط صار لفترة محروق. ايه قال لي هيك هو.
غريبة هالقصة ما هيك؟ لا غريب ولا شيء. مين ما كان في غير اسمه؟ ولك ايه بعرف، ما عم اقول لا، بس انه ليه هي بقى تعمل هيك؟ ما بعرف، بده يكون شغلته. معقول؟ بتعرف شو عم فكر؟ شو؟ بركي المرة مفكرة تبتزه، انه هاي لعبة الصور. لا يا زلم شو هالحكي؟ كانت بعتت له هن لإله مش لمرته. عصيرة مرته؟ هيئته بلش يقتنع بالطلاق، قدي رح يفكر. والله؟ قصدي انه منيح، هلا كارول بترتاح، خاصة انه بلا مشاكل. انت رح يجتمعوا؟ ما بعرف. حبيبي اشتقت لك، كيف زاهر؟ كثير منيح، بعت لك بوسه كبيره كمان. بابي كيف؟ منيح. سمر، ما بتعتقدي انه صار لازم تجي معي على البيت؟ انا كثير عبالي رياض، بس سمر ما تقولي لي خايفه. بلا يا حبيبي، ما عم بفهم ليه. هو اكيد رح يصرخ، واكيد يمكن ما يرضى بالهين، ويمكن مثل ما عم تقولي ايه رح يشحطك، بس بالنهايه هيدا بيك بده يرضى. انت بنته بحبك كثير. هو بتعرفي محلك انا شو بعمل؟ حتى لو شحطني بضل جرب مره ثانيه وثالثه ورابعه وخامسه كمان لحد ما يرضى. ما بستسلم بسهوله. بعدين سمر ما تنسي، نحن معك، هيدا بيتك انت كمان. اذا بدك فيك تجي، بس يكون هو بالشغل. لا بكشي، نوي يروح اذا هو منه قبلين. رياض انا ما بدي اعملكم مشاكل بقى. ما فيه يعمل شيء، بيصرخ شوي وخلاص. بركي فش خلقه بماما، فكرك ساعتها انا بكون مبسوطه؟ ليك رياض، انا بعرف انه هو منع كنت شوفوني، بعرف انه اذا بيعرف رح يعمل قصه كثير كبيره. سمر نحن ما بدنا نزعله، بس وحياتك اذا ما قبل انك ترجعي على البيت انا ما رح اسكت. يا رياض بليز، انا ما بقى بدي اعمل كل مشاكل. سمر بليز ما تبكي حبيبي، بليز بليز، انا ما انا جاي بكيكي، هيدا كله حكي. بكره شوفي رح يرضى وما رح يعمل شيء من اللي عم تقوليه. سمر خلص فكر شوي، انا اليوم بجي لعندك عشيه وبنروح، بكون هو بالبيت. لا لا لا، مش اليوم، بكره او بعد بكره. سمر بليز ما بقى تأجلي، ما بالنهاية رح تجي. لا رياض بليز فهمني، انا بحاجه اني احضر حالي شوي. سمر بشو بدك تحضري حالي؟ خلص انا بكره بجي لعندك على الشغل، بيتك وبنروح. خلص خلص، بكره بوعدك. اوكي بكره. اوكي بس سمر انتبهي، يمكن ما يرضى من اول مره. ليك رياض، ما بتفكر انه احسن انا اروح لوحدي؟ حاجه خايفه سمر، خلص ما رح يعمل شيء. لا قصدي انه انت انطرني بالبيت وانا بروح لوحدي، هيك ما بيعرف انه نحن كنا عم نشوف بعضنا. يمكن معك حق. خلص اوكي، بنحكي بكره وبنتفق على وقت. اوكي اوكي. ما رح تقولي لجوزي؟ لا اكيد لا، انه قصدي خلينا انا حلها بالاول وبعدين بنشوف. معك حق، يمكن اول مره لازم تجي لحالك. حياتي صار لي زمان ناطر هاللحظة، مش مصدق انك معي. ليش مفكر انه انا كنت كثير مبسوطة؟ بعرف، بس ما كنت عم تعملي ولا حركة، بالعكس كنت كل ما تشوفيني تتهربي مني، واكثر شيء كان يضايقني وقت اللي تتجاهليني. كان لازم اعمل هيك، والا كان الكل عرف القصة، كنت ساعتها ما قدرت ضاين كل هالوقت واكيد ضعفت. بعرف، بس أنا كنت مستعد أتحدى الكل. أنا ما كنت مستعدة، كان بدي سارة تتجوز قبل. مش دايماً بصير اللي بدنا إياه، المهم أنت ما تغيري رأيك. مش رح أغير فكري، أنا أخذت قراري ومش رح أتراجع. كتير منيح، بس ما بدي أنطر كتير، بس شوي لكون جمعت سارة وفادي وحكيت معه. يعني قدي وقت؟ مش كتير، كارول طالب الطلاق وبهاليومين رح يشموا هي وفادي. بدك تنطري ليطلقوا؟ أكيد لا، بس على القليلة حتى أعرف شو النتيجة وطمن بالي من يمهم،
وبعدين بجمعهم وبحكي معهم. وإذا ما خلوكي بركي ما تقبلوا الوضع؟ مش رح أطلب رأيهم، رح أقول لهم الخبر وبس. منيح. أنت ما بدك تحكي مع أمك وولادك؟ أكيد رح أحكيهم. أنا خايفة من ردة فعلهم، خاصة أمك. ما تخافي من أمي، أمي مش بنت مبارح، وهي عارفة من زمان. إيه بس عارفة كمان إنه نحن مش لبعض، وإنه مش ممكن أترك عائلتي وروح معك. بلا، كانت متوقعة شيء، وكانت قايلة إنه بيوم من الأيام إلا ما نرجع لبعض. وبركي ما تقبلت. ما تتقبل، أنا رح خبرها وبس مثلك. بعدين ما تنسي إنه نحن رح نترك هذا الحي، واللي بحب يجي لعنا أهله وسهلا فيه. صحتين حياتي. ميرسي عقلبك. هو أكيد رح يصرخ، وأكيد يمكن ما يرضى بالهين، بس بالنهاية هيدا بيك بده يرضى. قعدوا حكوا مع بعض من هو هالقصة بقى بلا مشاكل. بتعرف قد ايه بحبك وبحب كارول، وقد ايه كنت بتمنى اشوفهم عم تعيشوا كل حياتكم مع بعض. بس بعد كل شيء صار، عن جد صار لازم تفكر بالطلاق. ألو جهاد، أنا حاضر للاجتماع، إلا خلي أتحدد الوقت. الشر تنجينا من